السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة المحطة لتحلية المياه البحر الموجودة في بلدية زيرالدا، وبالضبط في منطقة فوكا، واللي تبلغ الطاقة الإنتاجية تاعها تاع 300 ألف متر مكعب يوميا، واللي على حسب يعني الأشغال اللي تعرف شيء من التأخر، وخاصة أن احنا على أبواب فصل الصيف. بالنسبة لشحة الأمطار تاع هذه السنة، شدد يعني السلطات ومنهم الوالي على ضرورة التسريع في انتهاء من الأشغال. وللعلم أنه فيه أربع محطات راهي قيد الأشغال في ولاية الجزائر، بالإضافة إلى زوج هذو اللي شفناهم في فوكا وزيرالدا، فيه زوج محطات من جهة الشرقية إذن لولاية العاصمة، في كل من بلدية برج البحري وكذلك بلدية المرسى. إذن هذه هي، وكذلك أنه المحطة في بلدية المرسى يعني قدرة تاعها 80 ألف متر مكعب يوميا، وكذلك محطة باطوكاسي ببرج البحري القدرة تاعها هي 30 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى أن إلى بعض الآبار الارتوازية التي تم تجهيزها في الولاية في البلديات الداخلية، مثل بلدية بيرتوتا اللي سوف تضيف 320 ألف متر مكعب يوميا لولاية الجزائر العاصمة لمجابهة الندرة تاع المياه تاع الشرب في هذه الصيف إن شاء الله. إذن نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.